بالعسلامة عبد العزيز. وانا كنت مسافر. بالعسلامة. تأخرت كده ليه يا ابني؟ اوعى تكون نزلت شارع عبد العزيز. وليد هنا يا امه؟ اه في اوضته بيذاكر يا ابني، عايزه في حاجة؟ لا بطمن عليه بس. تعالي يا امه عايزه. خير يا ابني. الفلوس فين اللي كنت عاينها معاكي؟ الفلوس موجودة يا دنان. طب هاتيها لي. عناي. ليه يا ابني الفلوس ليه؟ وعاوزها ليه يا ابني؟ هتفهمي دلوقتي. يا اشجان! وبتنده لاشجان ليه؟ يا اما قلت لك هتفهمي بقى. اشجان! تعالي يا عايز. خد يا ابني الفلوس. دول حقك. على يدك يا عبد العزيز ما تكهرنيش. قلت لك قبل ثابت ماليش حاجة عندك. ما تقولي انا معاك. مفيش حاجة ما تخالي دي فلوس عبد العزيز. فلوس عبد العزيز؟ وهي مالها ومال الفلوس؟ دي حقوق. وكل واحد لازم يعرف اللي ليه واللي عليه بالمليم. مش عايز حد يجي يقول لي كاني ولا ماني. والله ما هقول لك حاجة ولا عايزة منك حاجة. خلاص خد يامه نصيبها حوشيها على جنب. ودول نقطة جدي ليا خليهم معاك. لا يا ابني. الفلوس كلها هتفضل معاك. انت وصينا النهارده مكان ابوك، واللي هتقول عليه هيمشي على الكبير والصغير. ده حق ياما، والحق حبيب الله. وانا ان كان عليا اقطع من اللحن عشان استركم. تعيش وتسلمني يا ابني. اشجان خش انت غيري وعشان تنامي هنا. ايه؟ تنام فين؟ تنام هنا ياما، ما تخافيش، انا هنام مع والد وهتنام معاكي هنا. الله. اه. خدي. خليهم بقى معايا. وانتي؟ بترفصي وانت نايمة؟ ممكن انام على الارض يا مرت خالي. لا يا اختي هتركبيني ذنب. تلقحي تلقحي. ما تتهوي شوية كده يا بنتي، مالك وقفالي كده؟ روح فين طيب؟ روح في أي داهية. أها. تعالي. سلام وقول من الرب الرحيم، تقلي موقفك كده. غيراتك متعلقين ورا باب الحمام ومعاهم بشكير والفطور محطوط اهو والشاي على النار، تأمرني بحاجة تاني؟ أمي فين؟ مرت خالي لساها نايمة. اقعدي يا أشجان. لا ما يصحش. اقعدي. تعالك ذنب، اقعدي. شوفي يا بنت الناس. هنا بقى غير البلد خالص. يعني المجهود الفظيع اللي انت بتعمليه ده هيجيب بالعكس، بيتعبني يعني. كل اللي اعمل لك ايه وانا رايحك؟ مش عايز احس بوجودك نهائي. يعني لما اشوفك ابعد عنك. مش قصدي. انا قصدي يعني ما تعيشيش لي انا لوحدي. توزعي مجهودك. شويه مع امي، شويه مع وليد، شويه مع نفسي. يعني. ايوه فهمت. يعني ما اعملش حاجه غير لما تطلبها مني. عليكي نور، هو ده. اصل انا احب اخدم نفسي. يعني لما احب استحمى اروح اجيب غيراتي، اما احب امن نفسي كوبايه شاي بحليب اخش انا اعملها. ساعات تلاقيني يعني موزة داخل اخد فمين. ايه بس قبل ما تتجوز ويبقى لك. والله ما قصدي، والله ما قصدي، حقك عليا. اصل انا كنت المفروض. خلاص. هو انت قلت حاجه تزعل؟ عايز نمشي؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب انا همشي. استني اقول لك. صحيح، هو انت لما كنا في البلد قلت لي انا عايزاك تنشلني من هنا؟ كل حاجه، خنقه والحبسه. لا طب ما هناك حبسه وهنا حبسه، انت يعني جايه من حبسه لحبسه، ايه الفرق؟ لا ما انا عارفه انك لما تروح سيدنا الحسين او السيده زينب هتقرا لي الفاتحه هناك. انت عايزه تزوري؟ لا ما عايزاش. اقول لك ما كدبت، عايزه بس مش وقته. ومش وقته ليه؟ ما الحسين قريب من هنا فركه كعب. انزلي زوري وانبسطي. روح لحالي؟ ما ينفعش. وايه المشكله؟ هتلاقي هناك حريم زيك كتير كده، ولا خايفه تتوهي؟ انا بعرف اقرا واكتب. مش احنا هنا في شارع كلوب بي عاطفه ابو الريش جنب ميدان العتبه؟ بسم الله ما شاء الله، ما تخافش عليكي. تعرفي لما جد فضل قال لي هجوزك قلت خلاص هيبليني بواحده واقعه من 18 حته مطربه يعني. بس انت الصلاه على النبي يعني طلعتي عدية. ربنا يشفر بخاطرك. بقول لك. طب خلاص روحي. اشجان
لا خلاص توكل على الله. أما أم عبد العزيز يما. أيوة يا بي. صباح الفل يما. صباح النور. أمي أمك جهزي لي 1000 جنيه عشان ناسي. حرش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7. بس بسرعة والنبي يما عشان مستعجل ولسه هاخد دش. دش؟ تاخد دش ليه يا واد؟ جرى إيه يما؟ أنا أول مرة أستحمى في حياتي. الله. فين البت اللي اسمها رتيبة دي؟ قصدك أشجان. أهي زفتة واترمت علينا وخلاص. أنت مالك بيها بس؟ واد يا عبد العزيز. أنا امبارح اترميت نمت ما درتش بروحي، وأكيد البت دي اتسحبت من جنب مني وخرجت بالليل، وامبارح كان الخميس، وأكيد الكركوبة دي بتنام بدري. يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد يبقى إيه؟ يا لهوي ريحتك مكمكمة ليه؟ ولا ما تتكلم ما تنطق ريحتك مكمكمة ليه؟ يا ما أقول إيه بس؟ مش هفهم الأول أنت قصدك لا إيه؟ أنت فاهم كل حاجة يا عبد العزيز. و طب انت عاوز ال 1000 جنيه دي تعمل بيهم ايه؟ ادفع ايجار الورشه يا اما بدل ما الراجل يطردنا والباقي هعمل بيه مصلحه. وبعدين بقى انا عايز اطمنك من ساعه ما اشجان جت وانا نايم لوحدي في الاوضه الثانيه وبقفل على نفسي تكتين. ها ما تركزيش ما تركزيش عواطف ما تركزيش. ايجار ال 1000 جنيه الله يرحمك يا عبد الرحيم. سبتنا بدري ورميت حمولك على الواد لما كبر قبل الاوان. معرضك ومخزنك ورجعتك للقطاع تشحت على ابوابه وتقول له يا محسنين ما بقاش انا. ايه يا ابني اللي تشربه بالليل مصبحك مستاوي كده وناوي على خراب عشك؟ شارب زفت على دماغك. ليه انت كسيت معلين ظهرك؟ فيها انتوا عاملين زي النمل اللي بيخزن اكله قبل الشتا ما يجي. في ايه؟ ايوه اديك عرفت بنخزن. طب عليا النعمه ما حد مخزن ولا معتب. قلت ايه بقى؟ ما هو الفلوس اللي انا دفعتها يا ابني. انا بقول لك اهو قسما عظما. خلاص بطل يا ابني تعتيق انت اهو. ها ارتحت؟ لا اللي تعدي يتحمل وخلاص. الله الله ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه؟ تعالى معايا المعرض عشان عايزين نتكلم كلمتين مع بعض. انا ما ادخلش ولا اشرب معاك قهوه ولا نيل. الله عليا الطلاق بالتلاته ده انت شارب قهوتك عندي. طلاق على طلاق بقى من نسواني. ما انا داخل معرضك ولا شارب عندك قهوه. صباح الخير يا بطل. صباح الهنا. ولا يلا سيبه يلا. سفر لمين يا عم؟ تعال ولا تشقطين شاب. بص 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 ماسكين كلب عاملين في ايه يا عم؟ سيبك منهم. قول لي بس انت اللي مصحيك بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز اللي بعد ابوك الله يرحمه مساء. خد بقى يا جدع خد. انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق. خد. الله انا كنت باسم معاك الصنيطه يا ابني واحنا صغيرين. انا مش هتكسف منك يا عبد العزيز. انت طول عمرك كسيب وياما عملت معايا الصح. فاكر عربية الكبدة اللي اتمسكت؟ الواد شبره عامل نمرة. اه بس فهمني بقى ليه شارع عبد العزيز تاني بس؟ انا وارجع افتح ورشة امك. هو ده وانا معاك. ما هو ايد على ايد تساعد برضه. لا خليك في الكتب وبس. عايزك تكمل تعليمك يا وليد. عايزك تعمل اللي اخوك معرفش يعمله. خلاص اللي تشوف. انا هتكل انا بقى لحسن انا اتاخرت قوي. يلا بقول لك ايه مفيش مفيش ايه بنوته حلوه كده في الجامعه بتلعب في دماغك مشغلاك يعني. ايه ده البنات على قفا من يشيل يا جامد. بس النفس بقى. انا مركز في الدراسه عشان انا ناوي ان شاء الله كل سنه اطلع بتقدير. قول لي انت بقى انت اتجوزت اشجان دي جواز جواز ولا كلام كده على ورق؟ والله وليد ما عارف اقول لك ايه. الراجل جدك ده مع انه راجل عجوز كده انما عظمه كلامه يمشي على شنبات كبار. او ربنا تصدق ان ابوك ممدد وهو لا راضي يدفن ولا يقرا فاتحه لما يجوزني البت
لو انت مكاني بقى كنت عملت ايه؟ لا يا عم انا مكاني كده كويس قوي، ربنا يقدرك على اللي انت فيه. يلا سلام. ربنا يقدرني على قنديل وشرشابي في ساعه واحده. قول لي بقى يا نبي الحقيقه، احنا حالفين يمين مع بعض انه محدش فينا يكون التاني. جايب بضاعه وعمال تنزلها المخزن، دي غسالات مش كده؟ دي سادس عربيه اشوفها. خلصت موشح الهبل بتاعك؟ والله ما حد سايق الهبل على الشيطانة غير. قول لي يا اخويا عبي لي وداني ويضحك عليا. اسمع بقى. البضاعة دي. بكام الغسالة في الاوتوماتيك دي يا حاج؟ دي مش للبيع يا ست. ما معروضة هي للبيع. معلش بس البضاعة اللي هنا كلها من باعة، تعالي بكرة إن شاء الله الظهر. وماله؟ ما هي كلها مشاوير وخلاص. ما رضيتش تبيع لها ليه؟ خايف تقول السعر قدامي؟ طبعا عامل سعر قليل قوي وانا افضل اطفش في زبايني. يا ابني افهم بقى، البضاعه دي مضروبه.